الى نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك النهارده لا تسر عدو ولا حبيب. اسمع مني الاول، فرجاني سيس، فرجاني سيس، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. فرجاني ساسي وكيله مهند عون دخل في مفاوضات، او نادي الوحده الاماراتي دخل في مفاوضات مع مهند عون للحصول على خدمات فرجاني ساسي. فرجاني ساسي، اي حد من نادي الزمالك بيقول لك ان هو هيوقع قول له كذاب اشر يا صديقي، لان الراجل طلباته الماليه خياليه 3 مليون يورو، ولازم الاول يحصل على 800 الف يورو ولا دولار مستحقاته عن العام الماضي. مستحقاته عن العام الماضي، فاللي بيقول لك ده قال همضي وانا جاهز وانا من متعقبه وانا محل الاقامه متعقبه، كل ده هجس. ماني توك، في فلوس هيمضي، مفيش فلوس هيمشي. فالوحده الاماراتي دخل في مفاوضات مع وكيله مهند عون. وكيله مهند عون. فلكن بيراميدز قلت لكم قبل كده، وكان ماسك صديقي العزيز كابتن احمد حسام ميدو، قال لي ان لما مهند عون قعد مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز طلب طلبات ماليه خياليه، وقال ان الله اصلح محمد، قال ان دي طلباته الماليه 3 مليون يورو، ورفض ممدوح عيد هذا الامر وفقا لما اكده لي صديقي العزيز كابتن احمد حسام ميد. هيرجع اول الشهر ان شاء الله، برنامجه راجع اول الشهر على قناه النهار. فما فيش كلام من مساله ان قاعد فرجاني ساسي. اللي يقول لك قاعد قول له فين التوقيع؟ فين التجديد؟ اللي يقول لك انا بحب الزمالك قول لهم انا ما توش من بعض ليه؟ قيمه عقده؟ ما جددتوش ليه لعبد الله جمعه؟ وهكذا، كله بقى كلام ولوكلوك على الفاضي، كلام ولوكلوك على الفاضي. كارتيرون له عده طلبات من الاداره الجديده، اتكلمت معاه نعمل لك ايه ونسوي لك ايه ونستعد للموسم اللي جاي. قال لهم خلصوني من اثنين، حمزه المسلوسي وسيف الجزير، قال لهم الاثنين مش عاوزهم. قالوا له، قالوا لنا يا مستر كارتيرون ولا يا مسيو كارتيرون انك انت اللي كنت طالب حمزه المسلوسي قبل ما تسافر وتهرب الى العين، الى التعاون السعودي. قال لهم والله ما حصل، هاتوا حد يشهد. ده حتى فيديوهات انكل ابو معاطي كلها عمرها ما قالت ان انا قلت ان انا عاوزه حمزه المسلوسي، ده جابوه من ورايا ومضوه من ورايا وانا اعترضت ورفضت، اعترضت ورفضت. فهو مستر بدر سكارتيرون مش عاوز، مش عاوز حمزه المسلوسي ولا عاوز سيف الجزير. قال لهم خلوا سيف الجزير يرجع مقاولين العرب او يحاول يعمل اي حاجه، لكن معانا مش عاوز، وشوفوا لي مهاجم اجنبي. طلباته بقى ايه؟ لحظه يا سيدي عشان اقول لك طلباته بالظبط كما ابلغني بها احد المسؤولين في نادي الزمالك. اول طلب ليه ظهير ايمن. قال طب ما انت عندك حازم امام واحمد عيد. قال لهم لا مش عاوز حازم امام ولا احمد عيد، عاوز واحد جامد. قالوا حازم امام كويس. قال لهم لا لا لا، فعاوز ظهير ايمن والاستغناء عن المسلوسي. عاوز ايضا مهاجم سوبر زي ما قلت لكم، سيف الجزيري يمشي وعاوز مهاجم سوبر. بدل الطلب الثاني عاوز بديل لفرجاني ساسي، انه على يقين ان فرجاني ساسي ماشي، ان فرجاني ساسي ماشي. عاوز بديل لطارق حامد يريحه شويه ويبدا ياخدها بالتدريج. وانا رايي ان ازاي كان قبل كده دخل مع عماد دونجا في هذا الار، في واحد متخلف عمال يقول لي ابو تريكه سوا من الاهلي. انا قلت لك يا ابني ان انا ابو تريكه سوا من الاهلي. انا بقول لك اي حد كان بيتراضى. في ايه؟ مع السلامه يا حبيبي. اي لعيب كان موجود في الاهلي في وجود ياسين منصور كان بيجي له عقد احتراف كان بيتراضى عشان ما يحترفش. بيتراضى من جيب ياسين منصور بما فيها محمد ابو تريكه، ايه المشكله يعني؟ واي حد كان الاهلي بيشتريه بركات اسلام، كل الناس اللي جت كان بيراضيها محمد ياسين منصور. ايه المشكله يعني؟ ايه اللي مزعلكم في ده يعني؟ ايه اللي مزعلكم في ده؟ دي حقيقه، واي حد متعايش ومقرب من اداره النادي الاهلي عارف الكلام ده. ما قلناش ان اللعيبه كانت بتساوم، ما قلناش، ما قلتش كده. قلت كانت اللعيبه بتمضي على بياض ويتم تقديرها، ويتم تقديرها من جيب ياسين منصور. صح كده؟
لازم تنزلوا الناس منازل. يعني ايه اللي عامل حاجه كويسه اجي اقول انا ده راجل مش كويس ازاي؟ بس ده مكسب كبير للنادي الاهلي، مكسب كبير وعظيم للنادي الاهلي. وعمره هو ما طلع اتكلم، من الناس اللي دعمت محمود الخطيب في الانتخابات الماضيه، ومن الناس اللي دعمت عمرو فاروق في وجود حسن حمدي لما هو ما نزلش، انه شاف ان عمرو فاروق هيبقى كادر مهم ويخدم النادي الاهلي، وكانت رؤيته صح. بعدها اختير عمرو فاروق وزير كمان. ولا يا عبد الله صلاح في ايه اللي بنقوله يعني؟ ان الراجل بيقول كذا كذا كذا، معناها ان انا بقول ان اللعيبه كانت بتساوم؟ لا، اللعيبه ما كانتش بتساوم، اللعيبه ما كانتش بتساوم، لكن الاهلي كان يحسن تقدير. يعني ما كانش في لعيب يقول لك هتديني من هنا كام وهتديني من بره كام، لا ده ما كانش بيحصل. كان بيحصل ان اداره الاهلي تحسن تقدير من يضحي من اجلها، من يضحي من اجلها بما فيهم ابو تريكه. تم تعويض وتم ترضيته ومش هو لوحده. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ اه لما تم ترضيته ما احترفش طبعا ابو تريكه، ايه المشكله يعني؟ طب هو كان واخد قرار بالاحتراف؟ لا ما كانش واخد قرار بالاحتراف. وقتها العرض ده لما جاله، وكان اظن كابتن محمود الخطيب، خلينا نشرح الجزئيه دي، انت فتحت لي حدوته حلوه. كان الكابتن محمود الخطيب وقال له، كانوا في اليابان، وقال له اعرف رايك في مصر. كان جاله عرض مغري جدا. جاله عرض مغري جدا. ف المهم مش فاكر كابتن الخطيب بيكلمه ام هو معيط. باك قال له بس خلاص انا عرفت رايك خلاص. طب ايه بقى يكون المقابل من اداره النادي الاهلي المحترمه حسن حمدي والخطيب؟ ان هو ده راجل كان هيخسر ماليا. هيخسر ماليا خلاص، هو راجل مش عاوز يمشي ومرتبط بالاهلي. بيتم تعويضه من خلال ياسين منصور. بضرب ابو تريكه المثل لان ابو تريكه كان نجم النجوم في الاهلي وقتها. ومتعب خد فرصه انه راح ستاندر ليج البلجيكي وراح السعوديه. ابو تريكه كان لا يمكن الاستغناء عنه. زي دلوقتي كده مثلا محمد الشناوي لا يمكن الاستغناء عنه. فبضرب بيه المثل طبعا. ايه المشكله حبيبي؟ برافو عليك اهو، بيفكرني اهو. الجماهير هتفت لابو تريكه لما كانوا عاملين العربيه المكشوفه، كانوا واخدين ثلاثة العالم في صلاح سالم وهو بكى، برافو عليك. فالخطيب قال له خلاص انا عرفت رد. اداره الاهلي بتعمل ايه بقى؟ لما تلاقي حد بيضحي من اجل الاهلي، الحد اللي ضحى ده خسر ماليا. مهما انت هتديله مش هتعادل الرقم اللي هو كان بياخده، لكن بتبقى كومبلومو كويس من اداره الاهلي والمحبين للنادي الاهلي واعضاء مجلس اداره الاهلي. ما كان ساعتها ياسين بن منصور كان نادي مجلس اداره. ايه المشكله؟ ده شيء كويس. فوجود ياسين منصور مكسب كبير جدا جدا جدا. برافو عليك، ده الفرق بين اداره الاهلي والادارات الاخرى. انت ضحيت. انت ضحيت عشان الاهلي. انا مش هقدر اعوضك، لكن اقدر اجاملك. اقدر يعني مش هتاخد يعني سي مثلا انت اللي انا بديهولك 20% من اللي انت بتاخده. مهما هديك مش هجيب لك فرق 80%، بس بقول لك والله احنا بنقدر. والله احنا بنقدر. لا كان العرض خيالي. كان العرض من هلال السعود اظن، وكان عرض خيالي. كان عرض خيالي وقتها. كان عرض خيالي وقتها. يعني هو لو قبل بيه يبقى كان مثلا ياخد قد اللي خده في الاهلي طول عمره. اللي في الموسم ياخدوا قدر الخضر ولا قدر. فوجود ياسين منصور ده اسعد درويش، ابو تريكه حبيب الملايين، وياسين منصور حبيبنا، ده مكسب كبير. شوف الحرقان بلاش بقى، والنبي معاوز والنبي معاوز اغلط. خليني اقول لك بس طلبات كارتيرون، لايكات يا جماعه تعلى شويه، لايكات تعلى شويه، صلي على الحبيب قلبك يطيب. ليه ياسين منصور مش نجيب ساويرس؟ احد القراء الافاضل بيسالني السؤال ده، لان ياسين منصور سبق له قبل كده العمل في مجلس الاداره. وياسين منصور مقرب من الكابتن الخطيب زي ما انا قلت لك لما راح جابه جوزيه ودفعه لفلينسيس التركي الشرط الجزائي. كمان مستر نجيب ساويرس عنده تجربته الخاصه اللي هو نادي زد.
اللي من خلاله عامل جامعه رياضيه واستاد ومعتمد على الناشئين وعامل توامه مع بروسيا دورتموند. فمش ممكن الكاب خطيبه يجيب واحد عنده مشروع خاص يمسكه شركه الاهلي. فجاب حد ما عندوش نفس الموضوع، لكن الاثنين اهلاويه، ما تعرفش مين اللي هيستحوذ على الاسهم لما شركه الاهلي تبقى مطروحه في الاسواق. فلايك وشير وصلي على الزين. لايكات يا شباب، لايكات. انا يا ابني عمري ما اوصف حد انه خاين يا ابني، انا ما بخونش حد، انا ما ينفعش اخون حد، انا ما ينفعش اخون حد. طلبات مستر كارتيرون من اداره النادي الاهلي هي بديل ليوسف اوباما، بديل لطارق حامد، بديل لفرجاني ساسي، ظهير ايمن ومهاجم سوري. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، اوعى تنسى تفعل الخير. النهارده موضوع ياسين منصور خد اهتمام كبير من الراي العام. احمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك الطائر، بيراميدز بدا يكثف مع المفاوضات للحصول على موافقته قبل الدخول في مرحله تفاوض كامل مع اداره نادي الزمالك للحصول على خدماته في نهايه الموسم. احمد سيد زيزو في يناير الماضي كان لديه عرضا من نادي العين الاماراتي، ثم لديه عرض من نادي الوصل، وما نعرفش ايه قراره النهائي، لكن يبدو ان احمد سيد زيزو يتمسك بالرحيل بحلول نهايه هذا الموسم، بحثا عن تامين مستقبله وتحقيق راتب جيد بعدما حصل على راتب ضعيف. ستانلي اوكوشو اللي هو كان في وادي دجله وجه نادي الزمالك في 2014 اظن ولا في 2015، وراح احترف هنا وهنا وهنا وهنا. ستانلي معروض دلوقتي بيلعب في نادي القادسيه، معروض على العوده تاني مره اخرى الى نادي الزمالك. النهارده في قرارات عنيفه صدرت من اتحاد الكره